أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الردة بالشك والردة بالاعتقاد، وما مثالهما؟ الردة بالشك والردة بالاعتقاد. الشك يكون متردد، هل هذا صحيح، هل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ما هو صحيح، هذه ردة. وكذا والاعتقاد أن يعتقد ويجزم ما جاء به غير صحيح، وهي أشد من الشك. نعم.